وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة أنا بقنين الزين يصفر الجناحين يا حمر الخدين يا قعيل العينين جو كوبر برعاية كوك ستوديو. مرحبا بكم في النهائي تاع جو كوفر. وسيم هدى ربحوا كامل لي باتل تاعهم في لا كومبيتيسيون باش لحقوا لهذه المرحله، وكل واحد فيهم راح يحاول يربح لقب جو كوفر، فيديو كليب ومبلغ 100,000 دينار. وهذه الخطره تاني بدلنا شويه قوانين اللعبه، لكن قبل ما نعرفوهم هيا نشوفوا شعور المتنافسين كي تاهلوا للنهائي. الاحساس الاول تاعي كي وصلت لا فينال ك زدت كسبت بلو كونفيونس في روحي، باسكو كل ما ندير كونفيونس في روحي بلي نوصل سما اول كونفيونس زادت لي بلوس على الخطره الاولى كاع اللي بنت فيها في لا فيديو. تعرف ملي غادي نزوركم في كاع المباريات اللي كاينين. دونك الحمد لله وصلنا لا فينال وقدرنا نشاركوا في كل الجولات الممكنه في هاد لا كومبيتيسيون. دونك الحمد لله. تقدروا تقولوا لنا اصعب مرحله ليكم في المسابقه؟ اللي جاتني شويه كومبليكي سي نسرين، باسكو عندها لا فوا تاعها جوغ فيها بويسونس فوالا، وخرج عليها بزاف ستيل اونغلي تيميتري لا فوا تاعها فورت فوالا. و سورتو فاتني في هاد العفسه واحده اخرى كي طحت كونطراها انا درت امال شوا فوالا في لا شونطون اللي خيرتها هي اللي جاتني كومبليكي باش ربحتها. اصعب مباراه كانت في الكارت فينال كونتر وسيم. الفوت اللي ما تحكمش فيه انت، يعني الجمهور هو اللي يدير كل شيء. دونك بقيت نشوف شويه ليكار كان يباعد سورتو في انستغرام، جات هذيك الخوف. وبصح من بعد كل شيء تلاشى وكعرفت النتيجه. وسيم واش رايك في هدى كي طاحت معك في النهائي؟ هدى عندنا قاسم مشترك انا وياها اللي هي الموسيقى الاندلسيه، واللي يقول الموسيقى الاندلسيه سمر عنده لي باز كاع لي ستيل الاخرين يقدر يميتريزيهم كل شيء. دونك هدى فيها هذه الميزه وما وصلتش لا فينال غير هكا. وانت هدى واش رايك في وسيم؟ ما شاء الله باسكو صوت صح يستاهل فوالا علاش راهو في لا فينال. يعني ولا فتره شويه خاف منها باسكو عنده دي كاباسيتي ما شاء الله فوالا. وشنو هي الاغنيه اللي خيرتها وسيم؟ خيرنا لا شونسون وهرا وهرا للفنان احمد وهبي، لا شونسون اللي تحكي الشوق الحنين الحسره بزاف الامور، تقدر تطبقها على بزاف المدن. مدينه وهران شرفتنا بالبزاف العاب البحر الابيض المتوسط، وكما قالوا الناس وهرا في القلب صاحبي. هذه المره عندك 60 ثانيه باش تغني وهرا بطريقتك الخاصه. وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة يا فرحي على ولاد الحمري ولاد مدينة سيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري. واش رايك في الاداء تاعك وسيم؟ دونك انا عمري في حياتي ما راح نكون ساتيسفي على الشيء اللي نقدمه، دائما نطمح للمزيد. نقدر نقول بالك لو كان نعاودها غادي نجيبها خير، مي كوم دافيتود نقدر نقدمها للجمهور بكل فخر والحمد لله. وانت هدى واش خيرتي تغني في النهائي؟ خيرت لا شونسون تاعي المقنين الزين باسكو غنية يبغيها صغير وكبير وحاجه في العاصمه، وملت الطابع اللي انا كبرت فيه وتعلمته. كيف هدى عندك 60 ثانيه باش تغني يا المقنين الزين بطريقتك الخاصه. الجناحين يا حمر الخدين يا قعيل العينين هذه مدة وسنين تفيق في صح زين تغني بصوت حنين من يعرف غناك منين تغني تتفكر الأيام اللي كنت فيهم حور اللي كنت فيهم حور تفرفر في الهوى طاير وتعشش في الشجر تعشش في الشجر اللي ما عنده قلب حنين
يفهم معنى غناك منين، اللي ما عنده قلب حنين يفهم معنى غناك منين، ما نتفهمو غير احنا الاثنين يا المقنين الزين. وش رايك في الاداء تاعك هدى؟ كالعاده دائما نكون راضيه على الاداء تاعي، ولو كان حاجه ما نكونش راضيه عليها وما نديهاش مليح ما نغنيش اساسا. فوالا دونك راني فريمون ساتيسفايت. في هذا النهائي التصويت راح يولي لكامل المتنافسين اللي كانوا معكم في مسابقه جو كوفر، وايضا للجمهور اللي راح يشوف لا فيديو تاعكم. كاش ما حبيتوا تقولوا لهم لكونديدا؟ تبارك الله عليكم، على بالكم بلي نحبكم كامل من الاول زاد، وكاع بكم عندكم اون فوا شاب، على بالكم بلي انا ولي نستاهل اللقب. تسمى كونوا معايا ونديروا معكم قاعد ديو بالواحد. لاق في الاول والله بغيت نبدلهم شويه ومن بعد بطلت. بغيت نقول لي كونديدا اللي فاتوا ديجا من قبل في الكومبيتيسيون ويعني ما وفقهمش الحظ، هذه الخطره يعني فوطيو عليا، وجيسبر الاداء تاعي يكون عجبكم. ومام ليكم انتم جا كنت معكم مليحه، ما خسرت مع حتى واحد فيكم. دونك نتمنى انكم كل واحد فيكم يفوت عليا هكا باش تكون عندي اون شانس باش انا اللي نربح ونكون الاولى. اذا عجبكم الاداء تاع وسيم تقدروا ديروا لايك في التعليق اللي فيه اسمه، واذا عجبكم الاداء تاع هدى ثانيك تقدروا ديروا لايك في التعليق اللي فيه اسمها. جو كوفر برعايه كوك ستوديو.